تتحضر البادية السورية لعودة ملحوظة للميليشيات الإيرانية وعلى رأسها الحرس الثوري بتحركات واسعة غير مخفية بطريقة غير مسبوقة لم يشهدها شرقي سوريا من قبل. تحركات الحرس الثوري انطلقت من وسط البادية حيث استخدم تعزيزات عسكرية إلى مطار تيفور قرب تدمر قبل أيام ضمت أسلحة وذخائر وطائرات بلا طيار، ثم أعقبها البدء ببناء مقار جديدة في بادية صبيخان بريف العشارة وصولا إلى قرية الجلاء بريف البوكمال وعلى امتداد مواقعه قرب الحدود العراقية. وما زال العمل جاريا لإنشاء قاعدة عسكرية تضم مطارا للحوامات في حقل الزملة النفطي جنوبي الرقة. الحرس الإيراني يحاول شرعنة تحركاته على منطقة لم يعد خافيا أهميتها بالنسبة لكل الأطراف في سوريا. مركز السياسة العالمية الأمريكي سابقا استعرض التحركات الإيرانية الأخيرة واضعا إياها تحت عنوان نظام جديد تتبعه الميليشيات الإيرانية للسيطرة على المواقع الواصلة بين سوريا والعراق وخاصة مدينة البوكمال التي تضم معبر القائم والمناطق التابعة لها، ويأتي ذلك في إطار المشروع الإيراني الاستراتيجي الساعي لتأمين نفوذ بري من إيران مروراً بالعراق وسوريا وصولاً إلى لبنان.